النائب عامر عبد الجبار النائب المستقل عضو مجلس النواب العراقي، حياك الله سيارة النائب في نشرة الحصاد. نتحدث عن موقفكم كنواب مستقلين بخصوص جلسة يوم غد، جلسة يحمل في جدول أعمالها التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات. ما هو موقفكم وكيف ستتعاملون مع جلسة يوم غد النواب المستقلين داخل مجلس النواب، وهل هنالك انضمام أيضا من باقي أعضاء مجلس النواب لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة يعني احنا كقوة ناشئة ومعارضة وعدد من المستقلين الأحرار نرفض هذا القانون رفضا قاطعا، ونجدد الرفض وسوف نقاطع الجلسة يوم غد. واحنا بالحقيقة موقفنا ثابت لأنه بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، إذا احنا كنا ندعي من أتباع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ونحترمها، فمن غير المعقول أن نؤيد هكذا قانون وندعي. يعني إذا المرجعية الدينية رأيها يطابق أهوائنا الشخصية نقول المرجعية صمام أمان، ومن المرجعية رأيها يخالف أهوائنا إحنا نضرب برأيها عرض الحائط، فهذا غير معقول، ولذلك هذا الرأي راح يكون ثابت. النقطة الثانية، احترام لدماء الشهداء أكثر من 800 شهيد والمتظاهرين والجرحى أكثر من 30,000، واللي ما تحقق من مطالبهم إلا مطلب واحد، تغيير قانون انتخابات. نجي إحنا ننسف هذه الدماء وهذه التضحيات بجرد قلم أو برفعة أيد، ولا يمكن أن نشترك بهذه الجريمة. النقطة الثالثة، التيار الصدري رغم تحفظاتنا وأن تيار انسحب، لكنه جماهيره يجب أن تحترم ونأخذه بنظر الاعتبار ونحترم مشاعر جمهور التيار الصدري اللي هو أيضا رافض لهذا القانون. وعليه إحنا نحذر من وجود أربع أجندات الآن يقودها الإطار وحلفائه ككتلة تحالف إدارة الدولة يقودونها بسبب غياب التيار الصدري وهيمنوا على الحكومة والبرلمان. أول أجندة هي تغيير مفوضية حقوق الإنسان وفق المحاصصة الحزبية، والآن الحصة الغالبية لهم. ثانيا، تغيير سحب ثقة مفوضية مجلس الأمناء، مجلس أمناء لشبكة الإعلام العراقية. هذه معناتها راح تنسحب الثقة لا سمح الله من الناس الموجودين إلى ناس محاصصة حزبية، وراح يهيمن عليها الإطار وحلفائه. والنقطة الثالثة، إقرار قانون مرفوض جماهيريا ومرجعيا. النقطة الرابعة، الأجندة الرابعة اللي بعدها لحد الآن ما تكلموا عنها، احنا نتوقعها وراح تحدث مستقبلا، وتتذكروني بهذا اللقاء، انه راح يقيلون مفوضية المستقلة للانتخابات، راح يقومون بعملية تغيير القضاة بجلب مفوضية من الأحزاب. فإذا قانون مفصل على الأحزاب الحاكمة والمهيمنة، ومفوضية راح تكون وفق المحاصصة الحزبية للانتخابات، وشبكة إعلام محاصصة حزبية تشتغل تطبل لهم ليلا ونهارا، ومفوضية حقوق إنسان لا تدافع عن حقوق المتظاهرين إذا ما تعرضوا إلى الضرب أو إلى الظلم أو إلى الاعتداء. فإذا هذه أجندة ذكية محاكة بأربع محاور، الهدف من عدها استهداف للهيمنة على الدورة القادمة حكومة وبرلمان. وعليه احنا ندعو كل الخيرين، وندعو الامم المتحده، وندعو الى المرجعيه الدينيه العليا في النجف الاشرف، وندعو السيد الصدر ان يكون التعامل مع هذا الملف بشكل سياسي وبشكل واضح، لانه اذا ترك الحال انه القوى الناشئه والمهيمنه والمستقلين الاحرار يهمشون بسبب انه الاطار وحلفائه يمتلكون الاغلبيه داخل قبه البرلمان، هذا معناها سوف تشرعن كثير من الامور التي تهدر حق الانسان. واحنا ندافع عن المواطن العراقي من الفاو الى زاخو ان يكون يمثل تمثيل حقيقي، سواء مكوناتي او مناطقي، يكون تمثيله داخل مجلس المحافظه او مجلس النواب. هل يمكن الحديث عن عدد النواب الذين سيتخذون موقفا يوم غد بالمقاطعه؟ هل هنالك جمع تواقيع مغاير لجمع التواقيع الأول الذي كان يراد به سحب المادة ولم تسحب؟ هل هنالك مبادرات أعداد؟ احنا معنا قوة، ثلاث قوى سياسية معارضة كردية، وأيضا تجمع الفاو زاخو وإشراقة كانون وحركة امتداد، ومعنا عدد من المستقلين الأحرار. هنالك أيضا بعض المستقلين اللي انضموا مع الإطار وصوتوا على حكومة الإطار، لكن هم بنفس الوقت ما يؤيدون قانون الدائرة الواحدة، لأنهم هم صعدوا للبرلمان بالدوائر المتعددة. فلذلك بعض من عندهم أيضا منضمينيانا، فإحنا 73 نائب نرفض هذا القانون جملة وتفصيلة، وراح نأكد. واليوم راح نعقد أيضا اجتماع
بعد انتهاء جلسة مجلس النواب في الليل، حتى يكون موقفنا يوم غد واضح جدا وثابت، وكما عاهدنا جماهيرنا انه احنا لا نشترك في اي جريمة او اي مخطط يستهدف الشعب العراقي او يؤثر على تمثيل حقيقي وواقعي للشعب العراقي تحت قبة البرلمان. اخيرا سيارة النائب، حتى لا اطيل عليك، جلسة يوم غد هل سيمضي او هل سيتم التصويت على هذا القانون ام سيؤجل الى يوم اخر؟ كيف تقرؤون المشهد من الان؟ هل سيثمر في اجتماعكم ايضا بنتائج؟ يعني احنا من ناحية العدد، هم 329 نائب، يعني هم من ناحية العدد يمتلكون، لكن احنا نراهن على الاخيار. يعني احنا تحدثنا مع كثير من النواب الاكراد، وحدثنا كثير من نواب المحافظات الغربية، ذكروا قالوا احنا ما عندنا مشكلة بقانون الانتخابات اذا كان دائرة واحدة او دوائر متعددة، احنا عندنا نفس جمهورنا، لكن احنا ذاهبين للتصويت عليه. نعم محمد. لان عندنا التزامات تحالفية مع الاطار، لان هذه هي رغبة الاطار، اما احنا ما عندنا. فبعضهم تعاطف ويانا بعد ما اقنعناه، وخاصة اظهرنا ان رأي المرجعية غير مطابق له، فبعض من عندهم وقع معنا انه هو ما يشارك في هذا، واحنا نراهن على كسب عدد من الحلفاء سواء كان الاكراد او المحافظات الغربية ان لا يساهموا في تمرير هذا القانون. وغدا ايضا هنالك محاولة لسحب ثقة مجلس امناء شبكة الإعلام، رغم أن الاستجواب كان غير مهني وغير منطقي وغير مقنع، حتى لدى الكثير من أعضاء النواب من كتلة الإطار كانوا غير مقتنعين، والدليل انسحبوا أكثر من حوالي 90%، انسحبوا وكسر النصاب، انسحبوا من قاعة البرلمان، لكن هنالك محاولة احتمال بالضغط السياسي يحاولون يسحبون الثقة من مجلس الأمناء حتى يكون توزيعه وفق المحاصصة الحزبية. عامر عبد الجبار، شكرا جزيلا على انضمامك معي في حصاد اليوم.